بالمحاضرة السابقة، هذه محاضرتنا الثالثة. أخذنا بالمحاضرة اللي قبلها الديجيتال سيجنالز أو الديسكريت سيجنالز. اليوم نأخذ الديسكريت سيستمز. الديسكريت سيستمز هي اللي تتعامل مع السيستم اللي تتعامل مع الديسكريت سيجنالز كإنبوت وكأوتبوت. الإنبوت هو ديسكريت سيجنال والأوتبوت أيضا ديسكريت سيجنال. اي اوبريشن بيرفورم عليها، ممكن اي اوبريشن ادينج او مولتيبليكيشن شيفتنج، كل الاوبريشنز تتم عليها داخل هذا السيستم او الديسكريت سيستم. الديسكريت سيستم ممكن يكون الجوريثم او ديفايس معين كهاردوير whatever، المهم هو يكون ابلايد على الديسكريت سيجنالز. So discrete time system، احنا قلنا discrete time اللي هو signals، فsystems هذه هي. So discrete time systems is device or algorithm، يعني اما يكون device or algorithm that operates on discrete time signals، اللي ممكن تعمل على discrete time signals يسموه يعني كinput. So to produce another discrete time signal called the output or response. So the input على discrete time signal اللي تعتبر input أو تعتبر excitation، وال output هو أيضا discrete time signal ك output أو response of the system. شنو response مال system؟ يعني signal تدخل للسيستم فيطلع ال response أو ال output. So هذا التعريف discrete time system. The discrete time system هي شنو ك mathematically، يعني رياضيا defined mathematically as transformation or operator that maps the input من sequence x of n ال signal input إلى a unique sequence اللي هو output y of n. هذه هو ال expression mathematically، نقدر نعبر عنه رياضيا بهالطريقة. y of n هو t اللي هي transformation of x of n، ال x of n يدخل يصير transformation يتحول إلى y of n. هذا ال mathematical expression ل discrete time system. So علي صوتك. نعم. why unique؟ يونيك بيكوز الانبوت سيجنال اكيد حتكون يونيك. سو لانه اذا سيجنال تشبه الاولى فاكيد يعني سيم سيجنال تعتبر، بس كل سيجنال اوكي انبوت تطلع لي فد سيجنال اوتبوت معينه. تجي سيجنال اخرى انبوت بغير فورم، بغير اكيد إذا apply same equation راح تطلع غير output. I think أنت تفكر بأنه ممكن two signals لفد algorithm معين يطلعون ممكن نفس ال output، صح؟ So what's your question؟ نعم؟ بالضبط دكتور. هي very rare، يعني very rare، هذا فد شيء جدا نادر. أوكي؟ فاحنا بنتكلم على سيستم بصوره عامه. هسه بنشوف الاوبريشنز، مثلا الادنج يعني ام شور انه انت مثلا تقصد انه الاد مثلا الادنج رقمين مختلفات تجمعها يطلع النتيجه، اكو رقمين اخرين مختلفات تجمعهم يطلع نفس النتيجه غير، بس احنا ده نقصد كسيستم كريسبونس لاي انبوت، كل انبوت له ريسبونس مختلف. شو اسمك؟ شنو؟ علي حسن. العفو انا ما ادري اشوف المايك، فعلي حسن. علي حسن هاي كم مره احنا راح ندخله. يا فرع معلومات اي تي، سؤال جدا ذكي علي حسن، عاشت ايدك، انطيك 5 ستارز. زين
So the input, the input output description of discrete time system consists of mathematical expression or a rule which explicitly defines the relation between the input and output. لازم اكو فد rule, هذه هاي مهمة, فد rule تعرف العلاقة relation بين الانبوت والاوتبوت. فهنا بهذا داخل هذا البوكس هي الرول, تكون تدخل الانبوت اكو فد rule تطبق على هذه, ك يعني على سبيل المثال ممكن mathematical operation, ممكن shifting مثل ما قلنا قبل شوية, يصير output. فهذا representation للdiscrete time system. شنو الoperation, شنو هذا البلوك دايجرام, هذا شنو البلوك دايجرام تمثل هذه. مثلا عندنا operations معينة, so block diagram representation of discrete time system, there are some basic building blocks that can be interconnected to form the complex system. ممكن blocks, هذا البلوك ممكن نسمي, ممكن اكو ادر مجموعة, واحد منهن الادر. الادر شنو؟ طبعا هنا نقول هاي اذا انتبهوا لها, can be interconnected to form complex system, يعني ادر multiplier, مجموعة من المجموعة, مثلا adder multiplier, مثلا single multiplier و unit delay element, هنا sorry signal multiplier. هذان ال diagrams ممكن interconnected together كل حتى يكون نفس system أكبر. فناخذهم واحد واحد وبعدها ناخذ ال interconnection بيناتهم أو interconnecting بيناتهم. So the other x1 مثلا عندي two inputs, هذه الفورم هذه هي, هذه عباره عن انه مجرد دا اقول adding, هذه adding فسميه adder, يصير add لهذه السيجنال وهذه السيجنال يطلع الاوتبوت. So هذا الجرافيك ريبرزنتيشن للادر. العملية الأخرى هو الكونستانت مولتبلاير, مجرد السيجنال x1 of n تنضرب في فاكتور معين. So here this operation is presented by applying a scalar factor on the input x of n, مجرد إضافة sorry multiplication في فاكتور معين اللي هو a, هو كونستانت. فهذا يعني هسه مثلا اذا نريد نقول نضرب ال x, نقول مثلا نفرض سوري y of n يساوي 5 x of n, هاي operation. فنقول هو x of n يدخل عليه 5 multiplying by 5 يطلع y of n, أو x of n يؤدي إلى y of n لكن بالطريقة نضرب في 5. okay, هذا very simple operation. سهو مثل مثل ما أخذنا أعتقد المحاضرة السابقة, سوي amplitude, نكبر الموجة أو نضرب فاكتور معين. بس هسه احنا هذه discrete signals, discrete time signals. واحد آخر operation أخرى هي signal multiplier, يضرب multiplication اعتيادي. سوري هنا اكو خلل, هاي وين الخطأ هنا عندنا؟ هاي الجملة المفروض ما كويس. تمام صحيح, it represents the multiplication of two signal sequence to form another sequence. هذا الخطأ كان يعني جملة سابقة قبلها كان بيها اس فشلت من عندها بعض الكلمات وبقت. anyway, so هذه هي تمثل لي multiplication
two signal, x of n or x2 of n. فالنتيجة هي just multiplication. فهذا الدايجرام هذا يمثل the multiplication. Operation أخرى اسمها unit delay element. شنو unit delay element؟ أسوي لها للسيجنال delay بمقدار one sample أو one sample. شلون يعني؟ هي تعريفها يقول a special system that delays the signal passing through by one sample. Through it by one sample. شلون يعني يصير one sample؟ So احنا مو عندنا قلنا انه samples هي signal اخذنا منها samples 1 2 نفرض هاي signals هسه مثلا الـ x of على سبيل المثال نقول مثلا الـ x of 1 ايش قد نفرضه وهذا الـ x of 1 نفرضه 2 انا عندي operation اسمها زيتوس ماينس واحد إذا يدخل عليها الـ x of 1 طلع لي x of 0 هاي بكل سهولة طلع لي الـ x الـ sample القبل هذا دخل x of 1 يطلع الـ sample القبل shifting exactly shifting to the right yes shifting كأنما سوي shifting اوكي سو طلع لي اللي قبلها similar to shifting بس نسميها shifting هو شنو بالحقيقة هو delay يعني أنا داخل signal ما تطلع لي هي تطلع لي بيها delay one sample صحيح فإذا دخل اثنين يطلع نفرض ال x of صفر هو واحد يطلع واحد تطلع لي القيمة القبلها طيب يعني هو بالحقيقة ياخذ السامبل اللي قبله فقط يعني هو ما ياخذ الثنيه كانبوت ياخذ يقول السامبل x of 1 طلع x of 0 however another unit called unit advanced element هذه advanced تنطينا هم شفت بس بالاتجاه المعاكس unit advanced element ايضا هنا عندنا خطا بسيط It moves the input x of n ahead by one sample in the time of to yield إلى x of n زائد واحد يؤدي إلى x n of زائد واحد. فهذه مجرد تنطينة الـ advance وهكذا أيضا وشفت باتجاه المعاكس. هسا نستخدم هاي الـ diagrams هذه الـ diagrams اللي أخذناها. وهذه وهذه هذا multiplication قلنا هذا العفو هذا multiplication by sample by factor هذا multiplication by two signals وهذا delay وهذا advance نستخدمه حتى نحل هذا الاكزامبل example اللي هو sketch the block diagram representation of the discrete time system described by the input output relationship. So let's show you the equation here y of n يساوي ثلاث terms مجموعات مع بعض هذه وهذه وهذه. Okay. واحد من هذه terms هو already the output هو جماعة the output y of n. اوكي يعني هو من الاوتبوت ذن الباقيات انبوت x of n ناقص واحد انبوت بس هذا اوتبوت من الاوتبوت يعني ما انا ماخذ فيدباك من الاوتبوت سو شلون نحله نقول احنا عندنا الانبوت x of n والاوتبوت لازم يكون y of n هاي اللي ادري بيها انبوت اوتبوت تمام لازم عندي هنا سيستم شلون ابني هذا السيستم هذا السيستم شلون ابني فاني هاي الايكويشن ماثيماتيكال ريبريزنتيشن
already exist. So in mathematical representation, أول شيء أريد بما أنه أعرف من الأوتبوت فأخذ هذا أدخل الـ x of n على delay. أخذ من عنده شطل خلينا نقول اللي هو الـ y of n أخليه على delay. فهو زيت أس ماينس واحد. شو يطلع لي؟ تقولون شو يطلع؟ y of n ناقص واحد. y of n ناقص واحد. إذا لقيته هذا. y of n ناقص واحد لقيته. تمام. عفوا. زين، شو احتاج اسوي بعد حتى التيرم الاول احصل عليه ما عدا علي حسن؟ شو احتاج استاذ؟ نقص من الاكس اس ان هم ناقص واحد، هم زد ناقص واحد. لا هسه خلي نمسح هذه. شو احتاج لهذا التيرم حتى اكمله يجهز لي؟ تفضل علي، انت الوحيد يمكن. راح نحتاج ندخله بكونستنت مالتبلاير اللي هو باي فاكتور. يس نعم. سو الفاكتور هو القيمه ربع بالضبط نضربه في 0.25 بيطلع ينتج قد؟ ينتج القيمه اللي ردناها اللي هي هذه. هسه جهزت هاي القيمه، جهزت ندخلها على بلس، يجيني لازم شي بلس وياه اللي هو وياهم ذول الاثنين، اريدهم يدخلون وياه زائد مو سو. ذول شلون اجيبهم؟ هم عندي اثنينهم جايين من اكس اوف ان، واحد جاي دايركت من اكس اوف ان بس مضروب في نص، وواحد جاي مسوي له ديلاي للاكس اوف ان ومضروب في نص. فاذا ايضا اوبريشن جمع، جاي واحد دايركت من اكس اوف ان بس بالطريق ضاربي بشنو؟ في نص 0.5 اللي هو هذا، هذا بالضبط صار x of n نص في x of n. طبعا هنا سوري هاي يعني واضحة زائد اكيد. بقى الترم الثاني شنو؟ الترم الاخير من يجاوب شلون هسه هذا؟ شلون هسه بقى عندنا بس هذا؟ علي صوتك. نقص منها ناقص واحد و هاي نص. استاذ نقص من الاكس اس ان هم زد اس ماينس 1، يعني سويها ديلاي الاكس اوف ان ناخذها، سويها ديلاي، سويها ديلاي زد اس ماينس 1 وبعدها النتيجه تنضرب في نص في بوينت، وبعدها ندخلها على الزائد. مو سو زين فصار هذا الحل، فاكتمل بالحاله زد اتش ماينس واحد دخل البلاس، لازم يدخل له فقط اثنين، فاحنا سوينا اثنين وبعدين دخل اثنين. فهينا هذا الترم او سوري سينا هذا الجزء هينا وبعدين جمعناه ويا هذا الجزء وهي النتيجه. فالنتيجه يطلع الاوتبوت، اي النتيجه يطلع الاوتبوت. عفوا استاذ، يعني عدد البلصات اللي ترسمها نفس المعادله مثلا او النقص؟ يعني هو البلاس لازم يدخل له فقط اثنين تو انبوتس، فاهمني؟ يعني حتى ننظم الحل نقدر كلهن ندخلهن بس فقط انبوت تو انبوتس حسب المعادله. لا ما له علاقه بالمعادله، هو هذا هذا الدائره من البلاس ياخذ بس اثنين انبوت. اوكي
ياخذ بس 2 انبوت، فطلع الاوتبوت منه هذا الاوتبوت. زين وذاتس ات. هسه شلون نسوي كلاسيفيكيشن للديسكريت تايم سيستمز؟ نقدر بالنسبه للكلاسيفيكيشن للديسكريت تايم سيستم ممكن تتقسم حسب البروبرتيز مالتها. سو الاكثر البروبرتيز الاكثر شائعه هي اللينياريتي والتايم انفاريانس والكازواليتي وكذلك ستابيليتي. So نجي على لما تكون اما لينير او نون لينير الموجه، اما لينير او نون لينير. So the general class of systems can also be subdivided into linear systems and non-linear system. So a linear system is one that satisfy the principle of superposition. شنو the principle of superposition؟ The principle of superposition تتطلب that the response of the system to a weighted sum of signal لازم يكون equal to the corresponding weighted sum of the response of the system to each of the individual inputs. يمكن مو كلش فهمتوها صح لو لا؟ شوي نوضحها. دكتور يعني اعتقد انه كمجموع الدخول يكون نفس مجموع الخروج فقيمة معينة انه نحسب على اساسها؟ يعني القصد الفاكتورز اذا داخلات مثلا قبل شوي شلون دخل 2 انبوت، اذا السيستم دخل 2 انبوت، اذا هاي الانبوتس اضربهم في فاكتور كل واحدة في فاكتور معين وادخلهن زين النتيجة هي نفسها لو اني ما ضارب الفاكتورز ما ضاربهن الانبوتس في فاكتور معين مدخل للسيستم والنتيجة ضربتها هاي الفاكتورز فهي نفس الشيء فهاي يسموها لينير. وهيك بالضبط هسه خليني نوضح لكم اياها هنا حتى تكون اوضح. اللينير هذا التي احنا ايش قلنا التي؟ التي هو السيستم مو السيستم وهذه دخلنا له ذول الاثنين سيجنال هذه اللي جواها احمر والسيجنال الثانيه اللي جواها ازرق. اوكي سو هذه السيجنال اللي جواها احمر مضروبه في فاكتور A1 والسيجنال اللي جواها ازرق مضروبه في فاكتور A2. هذه شو وقت تكون لينير؟ لما هذا الموضوع يكافئ شنو؟ يكافئ لو ما سويت لو دخلت السيجنال لوحدها على على السيستم نفسه والنتيجة ضربتها بالأي وبعدين جمعت السيستم الانبوت نفسه دخلت على السيستم وضربت النتيجة بالأي، يعني مو ضربت السيجنال بالأي الله دخلتها على السيستم فمعكوس العملية. أو حتى تكون أسهل أو بهالطريقة هسه نوضحها هنا بالمثال. هي نفس هنا دا يقول هي نفس لو أنا النتيجة مجرد ضربتها في فاكتور. خلينا نوضحها في شيء جدا بسيط. يعني هذا التي اوكي هذا اكس اوف ان هذا 1 اكس 1 اكس 2 اوف ان. اوكي اذا سويتهم بلس جمعتهم دخله بس كل واحد قبل هذا ينضرب في فاكتور اسمه A1 وهذا ينضرب في فاكتور اسمه A2 يطلع ناتج. هذا هو مكافئ الشنو؟ مكافئ انه ال A1 مكافئ لهاي العملية. خلي اشوف مكافئ لهاي العملية اللي هي شنو؟ اللي هي مجرد T الاوبريشن
طبقتها على الاكس 1 على حده والاكس 2 على حده. خلي انقل هذه الاوبريشن هنا، خلي هاي عندنا فراغ خلي نشتغل عليه. بس اريد اجيب لكم هذه هنا حتى تشوفوا قدامكم. نخليها هنا أنا. تمام اوكي. سو هذا الترم لازم يكون يكافئ هذا الترم. نجي هو اكو بلس، يعني انا عندي اكس 1 اوف ان واكس 2 اوف ان. اذا تضرب في اي 1 وهذا تضرب في اي 2 اثنينهم تسوي لهم بلس، الناتج مالهم يدخل على تي، هذا الاوتبوت. هسه هذه هي نفسها اول تيرم اللي هو هذا، نفسه هو المفروض يكون. اذا هي لينير فالمفروض اسوي العمليه معكوسه. اذا سويت العمليه معكوسه نفسه شنو راح نسوي؟ هاي الاوبريشن هذا شوفوها ايضا اللي داير المدائر الاحمر اللي هي شو اسوي؟ مجرد اسوي جمع او سام بين من بين الناتج مال هذه اكس 1 اوف ان هاي اكس 2 اوف ان، ادخلها على تي وهذه هم ادخلها على تي. اوكي الناتج مالت هاي مضروب في اي 1 هاي مضروب في اي 2. اذا هاي تحققت لي فهذه لينير، يعني معناها سواء انا ضربت الانبوت، يعني معناها باختصار معناها اذا ضربت الانبوت فاكتور معين وبعدين دخلته على الايكويشن هو نفس النتيجة تطلع لي. إذا ضربت الانبوت دخلته على الإكويجن وبعدين ضربته بفاكتور إذا تطلع لي نفس النتيجة معناها هذا لينير أو سوري هذا تايم فارينس سوري لينير بعد ما وصلني التايم فارينس. يس سو هذه تعتبر لينير. زين نشيلها حتى لا يصير اشتباه. So هذا صار linear. So the system is called linear if and only if this satisfied. يعني جدا ايزي، انه مجرد الفاكتور اللي اضربه بالانبوت هو نفس النتيجه يطلع لي نفس النتيجه لو اني الاوتبوت ضربته بهذا الفاكتور بدون ما اضربه بالانبوت فهو معناها هذا لينير. واكو مثال عندكم بالمحاضره شوفوا هذا مثال اكثر دقه بعد وبتفاصيل وقريب نفس الفكره تابعوا هذا المثال. نجي على الثاني الصفة الثانية أو الـ classification اللي ممكن نميز الـ signals أكو time invariant و time variant systems. So system is called time invariant if its input output characteristics do not change with time. Characteristics مالتها لا تتغير مع
time. So, either the system is called invariant or shift invariant if and only if. So, شوكت إذا x of n يدي إلى y of n معناها إذا x of n ناقص k هو ال y of n ناقص k. So هذا time invariant. يعني إذا سويت له shifting أو بالtime تلعبت أو بالshifting هو نفس السيجنال تبقى. أوكي؟ يعني إذا هي signal مثلا هيج إذا سويت له shifting تبقى هي نفس السيجنال. So هذه تسمى shifting invariant أو time invariant. مثل هنا. هذا time invariant وال time وال shifting وال variant too. هذا شوفوا هذه signal وهذه signal. لو سوينا shifting هي تبقى نفس signal. وكذلك هنا نفس الحالة. So هذا time invariant system. يعني السيستم هذا إذا تدخل عليه نسميه هذا time invariant system. هذا time invariant system. يعني دخلت له signal s of t اللي هي هاي وال output هو y of t اللي هو هذا. السيستم يعني لو تلاعبنا بالتايم بالتشفيت يعني نفس هاي دخلناها هسا هاي مو دخلنا الانبوت تشوفون هذا الانبوت دخلت على السيستم طلع هذا الاوتبوت مالتها. زين شو سويت اني نفس السيجنال هذه السيجنال نفسها بس سويت لها شيفتنج بدت من هذا النود دخلت على نفس السيستم اللي هو هذا طلعت لي نفس الاوتبوت اللي طلعته سابقا بس مجرد اكو شيفتنج. الشيفتنج هو بالضبط بقدر الشيفتنج اللي انا مشفت بيه السيجنال انبوت فهو ما يتاثر بالشيفتنج هذا السيستم. اوكي من يشتري سمك صراحه. اوكي ما واضحه منو عنده ما واضحه هاي الفكره تمام بس علي صوتك. مثال على هذا الموضوع. هذا عندنا مثال على time invariant. Example: determine if the following system is time invariant or not. اللي هو هو السيستم هذا x of n يساوي x of n ناقص x of n ناقص 1. So هذا شلون نسوي له time invariant نتأكد انه هو time invariant or not. So نفرض انه هاي signal delay ب k نسوي له shifting ب k. اوكي okay. k من ال so ال y of n راح يصير y of n ناقص k. هو المفروض صار يصير هي عبارة عن العفو y of n هي of y of n اوكي سو لي x of n هنا اكو خطا هنا ناقص شغل خليني اعدلها دكتور. عفوا بس السؤال على المعادله يعني الشيفتنج لازم يكون to the right لو left ماكو مشكله اكو left اكو right اكو left اكو right يعني ما ياثر انه انا شختار المعادله لا لا ما ياثر لا هو حسب الطلب اكيد بس هذا شباب هذا ماينس زين ال ناقص كي سو واي اوف ال ناقص كي يساوي كي اوف ال ناقص كي ناقص اكس بس مجرد اخلي ناقص كي بدال كل ان. So if we delay y of n by k unit in time we obtain انه ال y of n ناقص k هو x of n ناقص k ناقص نطلع ال n ناقص k n. So بما انه ال y of n هي عبارة عن y of n ناقص k اذا صارت يعني احنا بالبداية
نعرف انه واي اوف فاكتور معين، بس نشوف هو نفسه ان ناقص كي، وصار هنا عندنا ان ناقص واحد ناقص كي، فصارت هي عبارة عن واي اوف ان ناقص كي. سو هو واضح انه السيستم is time invariant، لانه اي شيفتنج اسوي بالانبوت يصير بالاوتبوت. هذا جدا واضح المثال، يعني هو مجرد شيفتنج وتشوف النتيجة نفسها. سو كاركترستيك ثانية او كاركترستيك ثانية هي ستيبل والانستيبل سيستمز. شلون هذا السيستم هو ستيبل نعرفه، وشلون انستيبل؟ So the system is said to be bounded input, bounded output, stable if and only if stable and unstable systems. يعني شلون اصنف هذا السيستم انه هو stable وشلون non stable؟ يعني مثلا اذا كان سيستم دخلت signal stable مثلا، طبعا هذا نحكي هذه نتكلم discrete، بس هذا اوضح لكم السيجنال. So اذا السيجنال اوتبوت تكون ايضا ستيبل طبيعيه، يعني لها limits boundaries limits معينه، فهذا نسميه stable systems. لكن اذا لنفس هذا السيجنال او اي سيجنال اخرى يطلع الاوتبوت يعني اكيد infinite، يعني فد ما نقدر يعني نسق في وصل وننزل وهيك، يعني فد شيء انفاينت هذا او فاينل انفينيت. سو السيجنالز هذا يسميه السيستم، العفو هنا السيستم هو انستابل. لنفس الفاينايت للانبوت الستيبل الاوتبوت انفينيت يوصل، فمعناها هذا أقعد من هناك قبل التسجيل. So a system is said to be bounded in, bounded out, stable. يعني ال in وال out اثنينهم stable. If and only if every bounded input sequence produce a bounded output sequence. مثل ما رسمنا قبل شوية. ال output في شيء bounded واضح. So هنا the input x of n is bounded if there exists a fixed positive finite value نسميها px such that كل القيم x of n كلهن ان اقل من ال px والbounded positive، ولازم ال px هذه تكون اصغر من infinity for all of n. So نعم تفضل. اصغر تساوي صحيح. الهوسه وين؟ الهوسه وين العفو؟ يمي قلت لك اذا احكي اكو يمي صوت يطلع. اوكي. زين لا سد المايك. علي حسن تفضل. هل زحمة احنا قلنا انه يكون المفروض باوندد ضمن ليميت معين، المفروض مو المفروض المعادلة هنا تكون اصغر من انفينيتي، مو اصغر او يساوي، يعني اذا كانت تساوي انفينيتي راح تكون هو ماكو شيء مثالي طبعا، بس بالمصدر يذكر بانه القصد بانه هو لازم هاي القيمه هذا القيمه الاكس اوف ان اصغر او يساوي البي اوف اكس، وهو احنا اوريدي ذاكرين انه لازم البي اكس هي فاينايت بوزيتيف فاينايت فاليو، هنا ذاكرين اوكي، هي لازم تكون بوزيتيف فاينايت قيمه محدوده يعني مو انفينيتي. تمام شكرا. بينما The stability requires that for every bounded input, إذن هذا ال bounded input اللي قلنا، كل bounded input أكو exist fixed positive finite value by such that the y of n, the output يكون أيضا
أصغر من هذا الفاينايت positive value. والقصد وما بي من هذا التعريف بأنه الانبوت والاوتبوت لازم يكون bounded، فنقول هذا السيستم هو bounded in bound out. So for some positive for some bounded input sequence، إذا بعض bounded input sequence the output is unbounded أو infinite، so the system نقدر نصنفه إلى classified إلى unstable. So شلون نميز السيستم انه stable او unstable؟ هذا خلينا نشوف مثلا هذا مثال عندنا. Example: check if the following system is stable or not stable. احنا شلون نشيك السيستم انه stable؟ لازم القيم الداخلة هي finite والقيم الاوتبوت هي finite ايضا، ما تروح للانفينيتي. اوكي، so شلون هذا ميزه؟ x y of n هو، انتبهوا هنا على هذا الاكزامبل شباب طلبه. so ال y of n هو y square of x of n ناقص 1 زائد x of n. شلون؟ خلينا نفرض هذا الانبوت سيجنال اللي هي x of n، نفرض هي هذا السيجنال. شنو هذا السيجنال طلاب؟ تذكرون هذا الرمز؟ Sample impulse. Yes. Impulse. Impulse. بس بالصفر. بس بالصفر. قيمته واحد وبعدين صفر. So نفرض إن هي هاي، نفرض الـ xn هو c. c هو رقم ثابت في impulse of n. زين، إذا الأوتبوت خلنا نجي، خلنا نفرض الانبوت صفر، نفرض الانبوت واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نستمر، نفرض الانبوت صفر، سنفرض هذا السيستم، نفرض الانبوت صفر، نفرض عفوا مو الانبوت يعني الواي أوف صفر، إيش قد؟ خليني أسويه هنا، الداخل هو x of n. x of n هو c of impulse n. الـ output y of n. نفرض الـ n صفر. أول مرة. إذا كان صفر، so الـ y of صفر هو بطبق بالمعادلة. y square of n ناقص واحد اللي هو صفر. زين. فصارت y square of بدأ صفر ناقص واحد فناقص واحد زائد c impulse of صفر، ايش قد تطلع لنا؟ c. ليش؟ لأنه ال impulse of صفر هو واحد، فيطلع c. ال y one y of one هو ال y square of صفر زائد c impulse of واحد. احنا c impulse of واحد هو صفر، فهي كلها تصير صفر، لان احنا بس لما يكون صفر بالامبولس يلا تكون قيمته واحد. هنا ال y of صفر ايش قد؟ هذه بس انتبهوا لي على هذه، ايش قد قيمتها؟ المفروض واحد y square of الصفر، مو ال x، مو ال impulse، ال y of الصفر كلها square. هذا بالسطر الثاني اخذها من قبلها، انا طلعت ال y of الصفر، طلعت طلع c صح، فاجيبها في ال y of الصفر هي اعرفها c، يعني فيدباك وت سكوير تصير سي سكوير، وكذلك الواي اوف 2 هي الواي اوف الواحد سكوير، الواي اوف واحد اوريدي ما اخذها قبلها
سي سكوير، وسكوير يصير سي أس 4 وهكذا. معناها الواي اوف 3 راح يصير سي أس 8 ويستمر الرقم، فهي اكسبوننشال صار في زيادة اكسبوننشالي، فلذلك هذا غير مستقر السيستم. We can see that the output is unbounded, the system is unstable. ليش؟ لأن يعني كل ما نزداد 0 1 2 3 4 تزداد يسي تربيع سي أس 4 سي أس 8 سي أس 16 وهكذا، فلذلك هذا الرقم غير مستقر أو الأوتبوت غير مستقر، هو السيستم راح يكون غير مستقر. هذه محاضرتنا اليوم بخصوص ال discrete time systems. إن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع القادم، بس خلي أخذ أكد على الغياب وبعدها ننهي المحاضرة.